بكره لا تمدد. ايوه ندخل ننام ندخل ننام. وش يا ابوي؟ بسيطه كلها تجديد. والله اعتذر منك يا اخ ذياب، يعني اعتذر منك جدا. انت جيتك مقدره ومحل ترحيب، بس للاسف الشديد يعني انه في زبون سبحان الخالق سبحان الله. ايوه يجي كل سنه ويحجز في نفس الغرفه، فاحنا مضطرين ان نقفل الغرفه عشان ننظفها، عشان يعني يجي ويلقاها نظيفه. ليه ما تعطيه غرفه ثانيه؟ طيب جاهزه جديده نظيفه ريح لك كمان. انا فكرت في الحل ذا، بس للاسف الشديد ان الغرف كلها مشغوله، فاحنا مضطرين. مشغوله ايش؟ الفندق ما فيه الا الجن وانا، كيف مشغوله؟ لا مشغوله ترى، انت يمكن ما شفت، بس هم طالعين يتمشون وزي كذا، ولا ترى فيه ناس. فاكرر والله اعتذاري واسف جدا، وان شاء الله المره الجايه. اسمع، بتجدد يوم واحد وبخشم الريال وانت ما تشوف الدرب. هاي حاضر. تمام، 100%. الله ياخذك يا وليد، الله ياخذك. ايش دخلني؟ كيف ايش دخلك؟ ما قالك تمدد له؟ قلتوا لي وانحشت وخليتوا لي لحالي، ايش اسوي اضربه؟ كم مره قلت لكم انا الفندق ذا وجه شؤم، واي شيء يجي من خالنا اصلا ينعاف، انا ابغى امشي، ما عاد ابغى بعد اصلا.